دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، بالباب شاب قد أحرق فؤادي وهو يبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أدخله علي. قال: فدخل وهو يبكي. فقال له رسول الله: ما يبكيك يا شاب؟ قال: يا رسول الله، أبكتني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشركت بالله شيئا يا شاب؟ قال: لا. قال: أقتلت نفسا بغير حق؟ قال: لا. قال: فإن الله يغفر ذنبك ولو كان مثل السماوات السبع والأراضين السبع والجبال الرواسي. وما لقيت من كرب بكت عيني على ذنبي، وما لقيت من كرب.